هذا اليوم في مصر، هذا اليوم في مصر هو أول يوم أيضا في الجامعات المصرية، الجامعات التي شهدت موسما دراسيا مليئا وزاخرا بالأحداث التي لم يكن مع الأسف معظمها متعلقا بالدراسة لكنه كان متعلقا بالعنف في العام الماضي. بداية، هل تستطيع أن تتجاوز كل أحداث العنف؟ كاميرا مصر في يوم كانت في الجامعة في أول يوم في الدراسة ورصدت اليوم الأول، نشاهد. بداية عام دراسي جديد، حيث تستقبل 23 جامعة حكومية نحو مليوني طالب وطالبة وسط مخاوف من تكرار سيناريو العنف الذي شهدته في العام الماضي، إلا أن هذه المخاوف تقلصت بعد التأمين الحاصل على البوابات الجامعية. أنا شايفة أن السنة اللي فاتت ما كانش فيه يعني تأمين نهائي، كان كل يوم فيه مظاهرات كتير جدا. أنا شايف أن الدنيا تمام والأمن مستتب وبإذن الله تكون سنة جميلة علينا بإذن الله ويا رب ما نعيد أيام اللي فاتت تاني. تأمينات الجامعة النهاردة كويسة، الأمن كويس، وكويس كمان أن في أمن جوه الجامعة وإحنا سامعين أن في الكاميرات جوه الجامعه كويسه الى حد ما، لو ما بيدخلناش لما يكون معانا الوصل او الوصل اللي هو المدفوع او استمارة الترشيح ولازم بتقع معاه، يعني ما ينفعش ده او ده عشان يتاكدوا ان الطالب ده جوه الجامعه. احنا واجهنا لحد ما يعني صعوبه في الدخول بسبب ان هم فتشونا ذاتي والشنط رسم الكارنيه وبطاقه الترشيح والاوراق دي كلها، بس انا شايف ان طبعا في مصلحتنا ان هم كده بيحمونا وبيامنونا يعني. اه بالطريقه دي والامن الجديد كده هيقدر يقاوم، عشان السنه فاتت ما كانش فيه الامن زي كده وما كانش فيه تامين زي كده، يعني كان اي حد بيخش. تنظيم قوي ومش اي حد بيخش، وتفتيش الشنط في حد ذاته ده شيء جميل. بعد اتخاذ إجراءات يمكن وصفها بالاستثنائية وغير المسبوقة، تعاقدت وزارة التعليم العالي مع شركة فالكون، وذلك لتأمين 9 جامعات حكومية اليوم، وهي إحدى الشركات التي تولت حماية الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي. لم يقتصر التأمين على الحكومة فقط، فرؤساء الجامعات أيضاً اتخذوا بعض الاحتياطات الأمنية داخل الحرم الجامعي. في العام الدراسي الماضي كانت مشاهد العنف المسلح لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية وردود أفعال الشرطة تجاهها داخل الحرم الجامعي وفي محيطها العام بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة وعزل الإخوان من الحكم، مما اضطر وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات لوقف الدراسة في جامعات مختلفة ومد فترة إجازة منتصف العام وتقديم مواعيد الامتحانات لمنع هذه المشاهد. الحرم الجامعي مكان للتعليم والتثقيف، وكل ما شهدته الجامعات من عنف وتفجيرات يأمل الجميع أن تكون مرحلة قد انتهت بلا رجعة. مها صبري، قناة دريم.